هدف مبكر. اللمسة، البحث عن كرة لفريق المصرية للاتصالات، يصل غريب إلى الأمام باتجاه محمد حمبوزو، لكن تغطية دفاعية ثم الرأسية الحاضرة والموجودة لياسر زحلق إلى الأمام، لكن أقرب لمحمد سعيد شيكا. وقنا وتأهل فريق البنك الأهلي، بينما الاتحاد والسك الحديد، الاتحاد هاز في الأشواط الإضافية على فريق السك الحديد. هنا العرضية، لمسة في منطقة الجزاء، يا سلام، ولكن التغطية الدفاعية في التوقيت المناسب. الزمالك كذلك تجاوز فريق بروكسي، ولقاء مر سرعان ما يمر الوقت برمشة عين، بغمضة عين، وبنهاية عليك أن تستغل أي فرصة من أجل التسجيل. لمسة على اليسار، شكري نجيب، ولكن إلى ركلة ركنية. حالة دفاعية، هل تستمر لفريق المصرية للاتصالات أم أن هجوم فاركو سيتقدم خلال اللحظات القادمة مع استغلال كرة ثابتة بالتقدم بالنتيجة وتسجيل هدف أول؟ ركلة ركنية على تنفيذها محمود جهاد، يأتي الأثناء وأحمد فؤاد. تقدم لأكثر من لاعب في منطقة الجزاء، وحالة من اليقظة والتركيز العالي والكبير لدى المدافعين. نشوف هذه الكرة، نشوف هذه المحاولة، ولكن رأسية بعيدة إلى ركلة مرمى لمحمد أشرف. في بطولة الكاس أيها الأحبة الكرام عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، حديث عن سجل أبطال بطولة الكاس، هذه البطولة العريقة والتاريخية في كرة القدم المصرية، والحديث عن الأهلي اللي فاز بالبطولة 38 مرة، الزمالك فاز 28 مرة. بأقدام عبد الرحمن بودي، لمسة في وسط الميدان إلى الأمام، شكري نجيب، يا سلام، على كرة، على محاولة، ولكن استعجلت فيها، استعجلت فيها يا أحمد شريف. على اليسار زحلة، ولكن أقرب لخطأ، لعب ياسر زحلة في الجبهة اليسرى إلى جانب محمد بهاء. في الهجوم المعاكس سرعات كبيرة تجدها بين اللاعبين. لقاء صعب، هذا ما يمكن تسميته، لقاء صعب للغاية. لمسة إلى الأمام، سيف تيري، يا سلام، على كرة، على محاولة، قد يأتي هدف. لا، هدف يسجل أمام أقدام الحارس محمد أشرف، لكن الله على لمسة من أحمد فؤاد، وصلت أحمد شريف، والبداية من شكري نجيب. شوف الكرات، شوف المحاولات، سيف تيري، في لقطة لم نشاهدها يأتي هدف أول بأقدام أحمد شريف في مرمى، في مرمى المصرية للاتصالات. خطأ كبير هنا، سيف تيري، وصلت لأحمد شريف، يا سلام، على الهدف اللي يسجل في الدقيقة 25، وبإمضاء اللاعب أحمد شريف. إن لم نشاهد الصورة، لكن شاهدنا الاحتفالية وشاهدنا هدف أول يسجل. ليتقرح المشاهدين ويطرح المتابعين، هل يتأثر المصرية معنويا نفسيا في أرض الملعب؟ يتراجع أداؤه، يحبط اللاعبين، مما يتسبب بأن تكون المباراة شوية من مرحلة متوسطة وصعبة إلى مرحلة قد تكون أسهل لفريق فاركو في مجريات المباراة القادمة أو الأحداث القادمة. شوف هذه كرة أحمد شريف، يا سلام يا أحمد، يا سلام يا أحمد. كرة هذه اللحظات في وسط الميدان عند محمود حمادة، حمادة إلى الأمام ثم الرأسية حاضرة. الله، هذه التصويبة كادت أن تأتي بنتيجتها، كادت أن تأتي بثمارها الكبيرة بهدف ثاني غالي. شوف الرأسية والتحضير العالي، ثم الرأسية كانت عالية وبعيدة بأقدام أحمد فؤاد. على تنفيذ الكرة الثابتة في أقصى اليمين، يلعبها محاولة. الله، على التصدي، أشرف يتألق في الدودي عن مرمى،
وفي محاولة الحفاظ على الأمال في بطولة الكاس، الحفاظ على أمال العودة لفريق المصري للاتصالات، لكن إلى متى يتفرج المدافعين لهذه الكرات ويتفرج المدافعين دون رقابة دفاعية على مهاجمي لاعبي فريق فاركو؟ شوف الكرة وسيف تاري وهذه المحاولة ثم التصويبة والتسديدة اللي كانت حاضرة بأقدام أحمد شريف. شريف المتحرك دون الرقابة القوية في هذه الأجواء اللي نتمنى دائما التوفيق لكل الفرق والتوفيق لكل الأندية في بطولة الكاس، ونشاهد بطولة بتفاصيلها وبأحداثها تكون كبيرة جدا. الصورة تتكلم عن نفسها، عن الكابتن جمعة مشهور، واللي يبدو لي والحالة الدفاعية اللي ممتازة لدى فريق فاركو في هذه المباراة. شوط اللقاء الأول عزيزي المشاهد عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس ينتهي بتقدم فريق فاركو. الكابتن جمعة مشهور البحث عن حلول فنية في المستطيل الأخضر، وأن يتحسن الأداء وأن يعود بنتيجة اللقاء بتسجيل هدف التعديل، وإن كانت المهمة صعبة ولن تكون سهلة على الإطلاق أمام دفاعات فاركو وأمام القوة كذلك الهجومية لفريق فاركو. بدأ الشوط الثاني بصافرة الحكم أبو بكر عبد الحي أو حسام أحمد، ومحمد بهاء هو الآخر اللي يتقدم في هذه اللحظات من أجل أن يأتي برمية التماس. الكرة الرأسية لكن ابتعدت إلى ركلة ركنية. هذه واحدة من الكرات، هذه واحدة من المحاولات، رمية التماس لعبت على طريقة الركلة ركنية، ولكن موجود أحمد عوضي لا ركنية في هذه اللحظات. الشوط الثاني مختلف، الشوط الثاني أمام أحداث الآن مختلفة تماما للمصرية للاتصالات. الباحث في كرة اللاعب عبد الرحمن بودي عم تسجيل هدف التعديل، لمسة على اليسار، هنا العرضية موجودة إلى اليمين، يا سلام على كرة بعيدة وإلى ركلة المرمى. ركلة المرمى طبعا يمكن ما فيش مدربين رزق حمرون بديلا للاعب أحمد فؤاد، بينما تبديل سيجري فريق المصرية للاتصالات خلال اللحظات القادمة بدخول اللاعب أحمد كفتة. هنا العرضية، وين يا راجل، وين الكرة، وين بعيدة إلى ركلة مرمى. أنت في منطقة الجزاء العبها لزميلك اللي معاك واللي موجود واللي كان ينتظر الكرة، لكن استعجال مبالغ فيه والكرة بعيدة إلى ركلة مرمى. جعلهم متواجدين في دور 16. رزقي حمرون يمشي في الكرة، محاولة في الجبهة اليسرى، يا سلام لبحراوي أحمد البحراوي، عرضية لكن مرت إلى ركلة مرمى. حلوة الكرة وحلوة الفكرة، ويعني تقدم كان للاعب أحمد البحراوي للعب العرضية. بحثت في اللقطة الماضية عن اللاعب أحمد بندق. يتقدم المصرية للاتصالات، يعلم بأنه ما تبقى، تراجع للاعبين لدى فريق فاركو للمناطق الدفاعية. هنا العرضية، كدنا أن نشاهد هدف قاتل، والله كان قريب في شباك الحارس محمد سعيد شيكا وبراسية والأروع. يا سلام يا سلام على هذه الراسية وعلى هذه العرضية اللي كانت حاضرة بأقدام أحمد كفتة، ثم راسية محمود مسعود اللي كاد أن يضعها في الشباك ولكن بعيدة، التي يعلن عن نهاية أحداث هذه المواجهة بفوز فريق فاركو بهدف اللاعب أحمد شريف في الدقيقة 24. وإن كان الكابتن طارق العشري غير راضي على الأداء، ولكن فعل ما أراد وتأهل لمواجهة الزمالك في دور 16. تهانينا